السلام عليكم خوتي الاعزاء. هاد النكته غنحكيوها بواحد الصيغه اللي نتمنى ان شاء الله يفهمها الجميع. الكثير من الكومونتيرات اللي كيجيو كاين من العراق من اليمن اللي تيكتبوا ليا كنتمنوا ولو نفهموا غير كلمه واحده بالمغربيه، لان اللهجه المغربيه صعيبه بزاف. تحياتي لكم اخوتي الاعزاء، نتمنى ان شاء الله نتوفق ونال الاعجاب ديالكم. تحيه لجميع الدول العربيه اينما كانت واينما تواجدت. تم استدعاء مجموعة من الأساتذة وجلسوا الطائرة، وعندما أغلقت أبواب الطائرة وأوشكت على الإقلاع تم بإعلامهم إن هذه الطائرة هي من صنع تلامذكم، وهرعوا نحو أبواب الطائرة محاولين الهروب والنجاة بأنفسهم باستثناء أستاذ واحد جالس وثقة وهدوء شديد. سأل أحدهم: لماذا لا تهرب؟ أجاب: إنهم تلامذنا. وسأل الآخر: هل أنت متأكد درستهم جيدا؟ أجاب بهدوء: أنا على يقين أن هذه الطائرة لا تطير.